الإرسام الهوائي للرمال. تقوم التعرية الهوائية بمجموعة من العمليات، والتي من خلالها يتم تشكيل سطح الأرض وتكوين الظاهرات الجيومورفولوجية المختلفة. وأهم هذه العمليات التي تقوم بها التعرية الهوائية كل من عملية النحت وعملية النقل، بالإضافة إلى عملية التزريع، وأخيرا عملية الإرسام الهوائي للرمال. كل هذه العمليات تستخدمها التعرية الهوائية لتشكيل الظاهرات الجيومورفولوجية المختلفة. والإرساب بشكل عام مصطلح يستخدم للإشارة إلى زيادة وارتفاع مستوى اليابسة نتيجة تراكم المفتتات والرواسب. ويمكن تعريف عملية الإرساب الهوائي للرمال بأنها عملية تقوم من خلالها الرياح بإلقاء ما تحمله من رواسب ومفتتات رملية، وذلك بعد أن تضعف قدرة الرياح على حمل ونقل الرواسب الرملية إلى مكان آخر، أو بعد اصطدام الرياح بعائق ما، سواء كان هذا العائق صخرا أو نباتا. وقد ذكرنا من قبل أن عملية النحت التي تقوم بها الرياح المحملة بالرمال هي عملية هدم لتضاريس سطح الأرض وتكوين ظاهرات أخرى. ولكن على العكس من ذلك، نجد أن عملية الإرساب ليست عملية هدم، ولكنها عملية بناء وتغطية سطح الأرض بالرواسب والمفتتات الرملية والصخرية. وترتبط عملية الإرساب أيضا بعمليتي النقل والتزريع، فكلما كثرت كمية الأتربة والرمال التي تزرعها وتنقلها الرياح، كثرت كمية المواد التي يتم ترصيبها. ينتج عن عملية الإرساب الهوائي للرمال العديد من الظواهر والأشكال الجيومورفولوجية المختلفة، والتي غالبا ما تكون منتشرة بشكل ظاهر في المناطق الصحراوية. وأهم هذه الظاهرات التي تتشكل بفعل عملية الإرساب الهوائي للرمال كل من ظاهرة التموجات الرملية، بالإضافة إلى ظاهرة النبكات، وأخيرا ظاهرة الكثبان الرملية بمختلف أنواعها.